أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع اللقاء الكام؟ العاشر، ما شاء الله، ناس حافظة. مع اللقاء العاشر وهذا اللقاء المسجدي المستمر، بناء إنسان النهضة، وحطين له اسم كده بين قوسين على خطى الحبيب، ومكملين مع بعض أسبوع بأسبوع. وإخوانا بس اللي كانوا مشغلين الموبايل، إحنا مستنين بس الجماعة اللي بتصلي دقيقتين ونبدأ على طول. أهلا بيكم، وربنا يبارك فيكم ويتقبل منكم الخطوات ويجعلها في ميزان حسناتنا وحسناتكم. وفاكرين إحنا بنقول بناء إنسان النهضة محتاج كم حاجة؟ خمس حاجات. حد فاكر الخمسة الأساسيين اللي إحنا ماشيين بيهم؟ قلنا ايه بقى؟ ايمان واخلاق وايه تاني؟ وفكر ومهارة في الحياة. وايه الخمسة؟ وحركة على الارض. احنا كل مرة بناخد ثلاثة من الخمسة، مش كده؟ حد فاكر احنا المرة اللي فاتت خدنا ايه؟ المرة اللي فاتت كنا موقفين عشان سفر وغيره، فحد فاكر احنا واقفين فين؟ خدنا ايه؟ خدنا الصبر على انه ايه؟ مهارة. وخدنا ايه كمان؟ والايمان بالقضاء والقدر في الايمان، وخدنا اسم الله الملك. احنا النهاردة لقاء العاشر، وبرضو هناخد ثلاث حاجات نعيش منها. وانا بس حابب اخواننا اللي هناك لو تيجوا تسمعونا، يعني كل الشباب اللي على الجنب دون عايزينهم يسمعوا، يبقى يحضروا يسمعوا معنا. طيب نبدأ. هنبدأ بإيه النهاردة؟ النهاردة الحقيقة حاجة مختلفة تماما. احنا كل مرة كنا بنبدأ إيمان، ولا بنلخبط كل شوية؟ فاحنا النهاردة برضو هنعمل حاجة مختلفة. يعني احنا هنبدأ بمهارة في الحياة، حاجة جديدة خالص ان احنا نبدأ بمهارة، وبعد كده فكرة، وبعد كده خلق، وبرضو اسم من أسماء الله الحسنى. والمهارة النهاردة اللي هناخدها في الحياة يعني فيها فكرة مختلفة وفيها معنى مختلف. الأم، وكان عيد الأم من يومين، وفكرة بر الوالدين وفكرة إرضاء الأم. فالحقيقة هاخد مهارة من مهارات الحياة، إزاي تكسب أبوك أمك، إزاي تكسب أبوك أمك. والحقيقة المهارة دي اللي أنا هاخدها، انا هاخدها من زاويه ايه علاقه ده بالنهضه وايه علاقه ده بالحضاره. هو في نهضه في الدنيا ولا في حضاره في الدنيا من غير قيم قايمه عليها؟ وهو في قيمه اكبر من قيمه ارضاء ابويا وامي؟ وبالتالي فقيمه النهضه يعني دعاء امك ليك نص سكتك في مشوار النهضه، والله العظيم نص سكتك في نجاح في حياتك وتنميه ذاتك والابواب اللي تتفتح لك، دعاء امك وابوك. فأنا النهاردة الحقيقة هنبدأ وإحنا ما اتكلمناش قبل كده الحقيقة عن الأب والأم، بس أنا عايز أتكلم عن الأم شوية، بحكم إن ستات كتيرة موجودين، وبحكم إن كان من يومين عيد الأم، فأنا عايز أتكلم عن الأم شوية، وأبدأ بالأم شوية. أنا عايز أبدأ الحقيقة بسؤال: إيه أشهر لقب في التاريخ؟ أو إيه أغلى لقب في التاريخ؟ تعالى كده نعرض ألقاب كتيرة ونختار واحد منهم: جنرال، إمبراطور، قائد، زعيم، دكتور، ملك، مهندس، جد، ابن، أخت، أمير، سلطان، رئيس، وزير، أم. ايه اغلى لقب في اللي تقالوا دول؟ انت عشان النهارده هنتكلم عن الام ولا عشان يا جماعه خلي بالك، لقب ام دون يكاد يكون اغلى لقب على الله سبحانه وتعالى بعد لقب الانبياء. ام كلمه ام كلمه غاليه قوي، واللي جاي كله انا حوريك الاسم ده غالي قد ايه. عايز تعرف لقب أم ده غالي قد إيه؟
انتوا عارفين الحديث اللي بيقول ان الله خلق الرحمة كم جزء؟ لا مش 99 جزء. الرحمة كم جزء؟ 100 جزء. الرحمة، رحمة ربنا 100 جزء. نزل منها للدنيا كم جزء؟ جزء. والدخر عنده كم جزء؟ حد متخيل 99 دول شكلهم ايه؟ ما تعرفش مش كده؟ يعني 99 دول عبارة عن ايه؟ ما عرفش. طب والجزء اللي نزل للأرض زي ايه؟ أم ربنا أراد سبحانه وتعالى إنه يخليك تشوف حاجة قدامك تجسد لك 100 جزء. خلي بالك رحمة ربنا فيها حاجات كتيرة، يعني الشمس دي مش من رحمة ربنا، والمية دي مش من رحمة ربنا، والهواء ده مش من رحمة ربنا، بس كلها رحمات صامتة لا تتكلم. فأراد الله سبحانه وتعالى إن يديك رحمة متكلمة تشوفها بعينيك وتمشي قدامك وتحضنك وتطبطب عليك. أراد الله سبحانه وتعالى إنه يجسد لك جزء من رحمته، يوريك دليل من دلائل رحمته متكلم ملتصق بيك، ده أنت كنت جواه، كنت حتة منه، عشان يقولك أنت أصلاً كنت محتوى في جزء من رحمتي. أنت فاهم يعني إيه أم؟ أم يعني كده. عشان كده النبي لما جه واحد سأله والنبي صلى الله عليه وسلم شاف واحدة أم شايلة ابنها، فقام على طول ربط لنا المثل بين رحمة ربنا وبين الإيه؟ وبين الأم اللي شايلة ابنها. قال لهم أترون هذه الأم تلقي بولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فالله أرحم بكم من هذه الأم بولدها. دلائل إنك تشوف رحمة ربنا، بص لأمك. أنت متخيل العلاقة العجيبة؟ وفي حديث تاني إن الله أرحم بكم من الأم الشفيقة بولدها، مش أي أم كمان، أكتر أم حنون على ابنها، الله أرحم بكم من الأم الشفيقة بولدها. ليه كل ما النبي يتكلم على رحمة ربنا يقوم رابط بالإيه؟ هي تجسيد للرحمة. أمك تجسيد لرحمة ربنا. عايز تشعر برحمة ربنا، اقعد بين ايدين امك. شوف المعنى جامد ازاي. وبعدين كلمة الام، الامومة مشهد يذكر في الكتب السماوية. كلمة الامومة تستحق انها تكون في كتاب الله. واوحينا الى ام موسى، مش كده؟ ان ارضعيه فاذا خفتي عليه فايه؟ وكأن بيقول، خلي بالكوا الآية خطيرة قوي، وكأن بيقول دور الأمومة إيه؟ أرضعيه، ده إيه؟ حنان، مش كده؟ فإذا خفتي عليه فإيه؟ مفروض فإذا خفتي عليه بقى فداري عليه فألقيه. الأم العظيمة يد حنونة ويد بتدفع للأمام ابنها، يد بتطبطب ويد بالزق، عين فيها حنان وعين فيها قوة، يد بتدي طبطبة وحنية ويد بتدي طاقة وقوة. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، يد الحنان، فإذا خفت عليه فألقيه. وكأن هي دي الأم. وبعدين أنا عايز أقول حاجة تانية في الأم، حاجة هتعجب الستات جدا جدا جدا، وفكرة يعني فكرة جديدة. الأم دي يا جماعة معمل الحياة. عارفين المعمل اللي بتتكون منه الحاجات على بعضها؟ معمل الحياة الأم. يعني إيه معمل الحياة؟ الله سبحانه وتعالى خلق آدم وحواء بيديه، مش كده؟ الله اللي خلق آدم وحواء، ثم أوكل استمرار الخلق إلى إيه؟ إلى الأسرة. وأوكل إلى الأم تحديداً إن في بطنها بتتم عملية استمرار الحياة مرتبط برحم المرأة. صح ولا لا؟ يعني استمرار البشرية، اختار الله مخلوق يكرمه ويكون هو المسؤول عن حكمة الله في استمرار البشرية، فاختار المرأة. هجعل المعجزة جوه بطنك، انت مش هتعملي حاجة، المعجزة من الله، الخالق هو الله، لكن انا حودع المعجزة في معملك في بطنك. أي تشريف وأي كرامة.
ده ايه المكانه دي؟ مش بقول لك اغلى لقب، استمرار البشريه مرتبط بيها. امك استمرار البشريه مرتبط بامك. وبالتالي الفتره اللي بتمر بيها المراه بالحيض، فتره الحيض في اديان اخرى ينظر لها على انها شيء يشمئز منه. واليهود في المدينه كان عندهم المشكله دي، وكانت دي مأثره على المسلمين لما اسلموا حديثا، ان ينظر للمراه الحائض على انها حاجه مش كويسه، او حاجه مما يعني منفره. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فبقى يقرا القران في حجر السيده عائشه وهي حائض، ده بيبعت رساله. ولما قال لأم أسلمة ناوليني هذا الإناء وكانت حائض، قالت إني حائض يا رسول الله، وقال وهل الحيض في يدك؟ ما تناوليني الإناء. لأن كان المفهوم عندهم إن إزاي ينظر للمرأة على هذا الأمر في حين الحيض ده تجديد دمائها ليتجدد المعمل لتكون قادرة على استمرار الحياة على الأرض، إزاي يبقى نقص فيها وعيب فيها؟ وكأن الله لأنه عادل رفع عليها التكليف بالصلاة في وقت الحيض، لأنها مكلفة بمهمة تانية، مهمة كونية، استمرار الحياة. فمن عدله ما تكلفش بمهمتين في نفس الوقت. فإذا كنت مكلفة باستمرار الحياة والحيض فترة علشان تجدد الدماء لاستمرار الحياة، فسنرفع عنك تكليف الصلاة حتى إذا كان هناك مشقة في هذه العبادة الكونية فنرفع عليك عبادة أخرى شعائرية. أمك دي حاجة غالية أوي أوي أوي. الأم عند الله حاجة كبيرة أوي. وأقول لك على حاجة يعني تفرق معاك أوي. ربنا لما يحب يحببك في أمك يفكرك بذكريات الماضي. فاكر؟ ممكن أخوانا كل اللي قاعدين في المسجد يرجع بالذاكرة حسب سنه 20 سنة للوراء أو 10 سنين للوراء. فاكر لما كنت بتقول امسكي إيدي يا ماما؟ فاكر لما كنت بتعيط لأنها مش جنبك؟ دلوقتي كبرت ولذلك القرآن دايما يفكرك بالماضي. حملته أمه وهنا على وهن. أنت عارف أمك رجليها بتوجعها ليه؟ عارف ركبها بتوجعها ليه؟ عارف ظهرها بيوجعها ليه؟ من الكالسيوم اللي أنت خدته منها وأنت في بطنها، كان بتديك من دمها عشان أنت تطلع. بقى النهاردة مستخسر فيها تليفون تسلم عليها، مستخسر تسأل عليها وتزورها. كبرت كده. ذكريات الماضي، شوف ذكريات الماضي يفكرك بيها ايه. وقل رب ارحمهما كما ايه. فاكر كم مره غيرت لك لمؤاخذه يعني. فاكر ده حاجه، ده انت لو تخيلت حاجه ما علينا يعني، حاجه مقرفه يعني، وهي على قلبها زي العسل. فاكر ذكريات فاكر الراجل اللي شال امه على كتفه وبيحج بيها وبيقول له يا رسول الله ها وفيتها أجرها أهو شايلها بحج بيها. قال ولا بطلقة من طلقاتها. فاكر وهي حملة فيك، حملتها وتتمنى لها الموت، وحملتك وتتمنى لك الحياة. ذكريات الماضي. أقول لك على حاجة أكثر من كده. عايز تشعر بأمك قوي، معلش هزعلكوا شوية، إلحق أمك قبل ما تفقدها. الناس اللي أمهاتهم أحياء، الحق أمك قبل ما تفقدها. يحسن يوم ما تفقدها تعرف قيمتها، فاعرف قيمتها قبل ما تفقدها. ليه صديق هو شاب بيعمل في نادي الصيد، في ملاعب التنس في نادي الصيد، وهو صديق لي خالد. ففي مرة أنا كنت مسافر وكنت جاي من مطار جنيف على مطار القاهرة، من سويسرا على القاهرة. فأنا في سويسرا لقيت تليفوني قاعد في المطار مستني الطيارة، لقيت تليفوني بيضرب. خالد. قلت ما أنا نازل القاهرة، لما أنزل أرد عليه ما فيش داعي أكلفه فلوس، فقفلت. اتصل تاني ما ردتش. تالت رابع
فيه وبيتصل كده كتير كده ليه؟ قمت ردد عليه، ايوه خالد فيه. لقيته بيبكي بيقول لي كلمه واحده بس، ماتت التي كنا نكرمك من اجلها. في حديث عن النبي بيقول اذا ماتت ام العبد قالت له الملائكه ماتت التي كنا نكرمك من اجلها فاعمل صالحا لنكرمك. انت فاكر ان احنا كنا بنكرمك عشان انت كويس؟ احنا كنا بنكرمك عشان امك، اعمل بقى حاجه كويسه لان ما فيش حد يقف معاك دلوقتي الا امك. امك ماتت، ما عادش حد هيسامحك. فهو لما امه ماتت استشعر المعنى ده، عمال يطلبني ويقول لي ماتت التي كنا نكرمك من اجلها. فانا اقول له ايه ده يا خالد؟ يقول لي ماتت التي كنا نكرمك من اجلها. قالها لي يمكن 15 جمله. اول ما خالد قفل لقيت نفسي بسرعه بطلب امي. خفت. ليه صديق بيحكي لي بيقول لي انا ما كانتش عجباني امي، مش عجباني كده على بعضها، طريقه كلامها وعلى طول في الشغل، هو والده كان توفى وهو صغير، ومش فضيالي ووزنها زاد شويه ومش عارف، وملبوخه وبتقعد في البيت مش عامله شعرها ومش عارف ايه، مش عاجبني شكل امي، مش عجباني. بيقول لي وفضلت ماليش علاقه بامي كويسه لغايه ما امي ماتت وجه العزاء، ولقيت زمايلها في الشغل جايين بيعزوني، والاولاني يقول لي امك كانت عظيمه، كان بتشتغل فترتين عشان تجيب لكم فلوس زياده، والتاني يسلم عليا ويقول لي انا يا ابني اشهد ان امك مره كانت تعبانه تعب مش قادره تقوم ومصره تشتغل علشان ده رزقكم، والتالت يجي يسلم يقول لي انا ما شفتش حد ضحى زي امك. هو بيقول بعد ما مشي ومسكت صورة أمي وحضنتها وقعدت أعيط وأقول لها أنا ما عرفتكيش، أنا ما عرفتكيش، أنا كان نفسي أعرفك، ده أنت طلعتي عظيمة قوي والناس كلها عارفة إلا أنا. أمكوا يا إخوانا أمكوا، إلحق أمك. طب واللي أمه ماتت؟ إجري إعمل حسنات لأمك النهاردة، جدد العهد مع أمك، جدد لها في قبرها دعاء استغفار وحسنات وحج وعمرة وقراءة قرآن وصدقة وزيارة أصحابها وزيارة اللي باقي من عائلات أصحابها. أمك، أمك، ذكريات الماضي، بيحنن ربنا قلبك على أمك بذكريات الماضي. وإوعى إوعى يا حسن تفقدها فالملائكة تقول لك خلاص. في ناس يا جماعة عايشة في الدنيا دي ببركة أبوها وأمها، بركة دعاء أمها عايشين بيها لغاية النهاردة. طيب هو إيه الموضوع أصلاً إحنا كنا بنتكلم فيه؟ مهارة. مهارة إيه؟ إزاي تكسب رضا أبوك وأمك؟ هي دي مهارة أعملها 7 حاجات. يعني لو عملت 7 حاجات اكسب رضاهم. ايوه شوف انا مبسوط، الناس بدات تطلع الكاريس وتكتب اهي 7 حاجات، وجرب الاسبوع ده 7 حاجات لو عملتهم تكسب رضا امك وابوك. ويعني مش كلنا شاطرين، في ناس مقصره وفي ناس مش هتعرف تجيب ال7 وفي ناس هتحاول، وكلنا زعلانين من نفسنا وانا زعلان من نفسي، بس هنحاول بعد درس النهارده 7 حاجات تكسب بيهم رضا ابوك وامك. خلي بالكم قبل ما اقول السبعه، هو ربنا سماها في القران ايه؟ طاعه الوالدين ولا بر الوالدين؟ بر الوالدين ولا طاعه الوالدين؟ دايما البر مش كده؟ طب وسمى العكس ايه؟ عصيان الوالدين ولا ايه؟ عقوق. طب ما كان يسميها عصيان ويسميها طاعه، ليه سماها الأول؟ عارفين يعني إيه عصيان يعني إيه عقوق الوالدين؟ كلمة عقة في اللغة العربية يعني مزق أو يعني مرير، يقول لك عق الماء يعني بقى مر، يعني اللي أبوه وأمه مش راضيين عنه حياته مريرة. شوف ما سمكوش عصيان الوالدين، جاب لك من أصل الموضوع، لو أبوك وأمك مش راضيين حياتك مريرة.
مغيرة. لا، وعق لها تانية معنى تاني، يقول لك عق الثوب أي مزقه، مسك التوب، مسك القميص بتاعه وعقه، يعني أم مزقه. أنت علاقتك بربنا ستتمزق لو علاقتك بأمك وحشة. تخيل، شوف كلمة عقوق جاية منين؟ يا ترى أنت علاقتك بربنا ممزقة يا شباب، الشباب الصغيرين البنات، يا ترى حياتك مريرة لأن أبوك وأمك مش راضين؟ طيب تعالوا نمسك السبع مهارات. عايز البر؟ طب والبر ليه ما سموهوش طاعة الوالدين؟ ليه سماه بر الوالدين؟ علشان الطاعة تعني أن لما يأمرك تسمع كلامه، لكن البر حاجات كتيرة، السبعة بقى اللي جايين دول. لأنه لو قال طاعة الوالدين يبقى لما يقول تسمع كلامه ملوش عندي حاجة تانية. لا، البر كلمة شاملة فضفاضة. البر تشمل الصحبة وتشمل الود وتشمل السؤال وتشمل قضاء الحوائج وتشمل، صح ولا لا؟ وتشمل الدعاء ليهم وتشمل صحبتهم. بر بر كلمة شاملة واسعة، لكن الطاعة شكل واحد. فما قالش عصيان، قال عقوق أسوأ بكتير. وما قالش طاعة، قال بر أكبر بكتير. فتعالوا بقى نمسك سبع حاجات تجيب بر. يعني تعالوا نحاول نخلي كلمة البر نلمها في سبع حاجات. فلو انت عملت السبع دول انت بر بأبوك وامك. لأن شباب كتير فاكر ان كلمة البر بأبوه وامه انا ما بزعق لهمش. يا سلام، هو ده البر؟ انت كمان عايز تزعق؟ انا ما بزعقش في أبوي وامي. انا انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ مش هو ده البر؟ مش هو ده البر؟ امال البر ايه؟ البر سبع حاجات. ولذلك انا حاططها النهارده، هي مهاره بس هي كمان ايه؟ ايمان. طب ايه بقى اجيب السبعه دول ازاي؟ تعال نمسك واحده واحده، وكل واحد يدي نفسه درجه من 10 في كل واحده، يشوف جايب كام في كل واحده. اول واحده، استشرهم في امورك. انت بتشاور ابوك وامك؟ بلاش يعني تستشيرهم بالتفاصيل، انت بتحكي لابوك وامك؟ استشيرهم في امورك. يا بابا يا ماما، انتوا ايه رايكم في كذا 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 كذا؟ في شباب ابوه وامه ما يعرفوش حاجه عن اخباره، عايش في دهاليز وقافل كهفه على نفسه، ده مش بر. هتقولي بس انا ما بعليش صوتي عليهم. مش بر، مش هو ده البر؟ انت بتشاورهم، تقعد معاهم وتقول لهم انتوا ايه رايكم، واحد اتنين ثلاثه. طب هتقول لي بس يبقى معنى كده انا لازم اخد، احيانا عندك حريه انك تاخد القرارات اللي انت عايزها، بس تشاورهم، يعني تتشاور معاهم. شوف، فاكرين موسى قال ايه للخضر؟ قال هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ قال ستجدوني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك. تعرف تتعامل مع ابوك وامك كده؟ طب كم واحد اللي بيشاور ابوه وامه بنسبة تزيد على 7 من 10؟ يرفع ايده. اللي رافعين ايديهم جدعان، واللي مش رافعين ايديهم برضو جدعان، لان هم صرحاء. فدي الاولى، استشيرهم في شؤونك. التانية دي برضو جامدة في البر، اصبر على ما لا يعجبك منهم. يا شباب، انتوا جيل تاني، جيل يختلف عن جيل ابوك، وليك اراء تانية، وليك مفاهيم تانية، ومن حقك يكون ليك اراء تانية ومفاهيم تانية. بس ممكن لما تسمع حاجات مش عاجباك او تشوف حاجات مش عاجباك تصبر وما تتنرفز. مين بيعند يا جماعة لو سمع حاجة مش عاجباه؟ كتير. اصبر على ما يعجبك منهم، على اللي مش عاجبك. بيفكرني بالآية اللي بتقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. أولها إيه الآية دي؟ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما. اشمعنى ابتدى بالكبر؟ عشان لما بيكبروا بيبقى في حاجات كتير مش عاجبك.
يعني ايه ربطة الكبر بخفض لهما جناح الذل؟ اشمعنى الايتين ولا تقل لهما اوف؟ اشمعنى اما يبلغن عندك الكبر؟ كل ما يكبروا في حاجات ما بتعجبكش عشان تجيلي مختلف. فشوف سبحان الله اللفتة القرآنية، اوعى اوعى. واخفض لهما، هو الذل له جناح يا جماعة؟ يعني ايه واخفض لهما جناح الذل؟ بيطير بجناحين الذل؟ ده مثل متاخد من الطبيعة. اللي بيتفرج فيكم على القنوات الديسكفري والقنوات كده هيلاقي ان الطيور فيها حاجة عجيبة قوي. الطير لما يحب يستسلم لطير تاني عارفين يعمل ايه؟ يقوم فارد جناحه ومنزله على الأرض، فيفهم الطير التاني ان ده استسلام. فربنا بيديك المثل ده من الطبيعة، من الطيور. انت لما يفرد الطير وينزل جناحه على الأرض يحصل ايه لدماغه؟ تنحني. فربنا بيقول لك بص على الطيور بتعمل ايه، انا عايزك كده مع ابوك وامك. اصل الشيطان بيجي يا جماعه ويقول لك اعند، لا اعند. طب واحيانا العند للعند، ما تسوقش بسرعه العربيه، اعند. لا هسوق بسرعه. اتصل بينا لما تروح عند صاحبك، هو انا عايز مش هتصل بيكم. كله بيضحك لانه كله بيعمل واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. اخفض، نزل الجناح. حاضر. يعني في حاجات كتير مش هتعجبك، وهو ربنا بيقول لك كده يبلغن عندك الكبر، في حاجات مش هتعجبك اصبر. حاضر. واوعى تغضب. في حديث بيقول من احد النظر لاباه وامه فانا بريء منه يوم القيامه. يا خوفي، عارفين يعني ايه احد النظر؟ عارفين بصه التحدي؟ تبص له بتحدي. من احد النظر، اوعى اوعى عينك في عين ابوك يبقى فيها نظر التحدي. اوعى تعمل كده، اوعى ترزع بابه قدام امك. اوعى يوه، ما هي يوه دي اسوأ من اوف. يعني اوف حرفين، يوه ثلاث حروف. والله ما هو قال لك اقل حاجه اوف، حتى اوف دي صوت يعني ما فيش حاجه. يا اخوانا من احب النظر لابوه وامه النبي بريء منه يوم القيامه. يا نهار ابيض، طب ما للتشويحه ايه؟ طب ما لرزعه الباب ايه؟ طب هختفي ساعتين وهشد الموبايل، بطاريه الموبايل يبقوا يدوروا عليا. يبقى واحد استشيرهم في شؤونك، اثنين اصبر على ما لا يعجبك، ثلاثة اسأل عنهم وتودد إليهم. وعايزة مجهود. أنا عشت بره مصر 7 سنين. احنا كنا ساكنين، أبويا وأمي ساكن في حتة، وأنا وولادي ساكنين في حتة، وأختي ساكنة في حتة، وبقى ايه بجتهد ان انا اروح ازور ابويا وامي، وساعات اقصر ويزعلوا مني. وبعدين سافرت، وبقى زيارات ابويا وامي لما يجوا لي لبنان او انجلترا بتوجعني، لانه بيبذلوا مشقه غير عاديه. فبدات ادعي يا رب يا رب لو رجعتني بلدنا اجمع شمل العيله. والله يا اخوانا كنت بدعي الدعوه دي. تسالوني ازاي ربنا جمعنا كلنا في بيت واحد؟ احنا حاليا كل العيله ساكنه مع بعضها، ابويا وامي في دور، واختي في دور، وانا في دور. وبالتالي كل يوم ولو 5 دقائق نطلع نسلم ونقعد وناخد البركه ونحكي لهم اخبارنا ونسال عليهم. اسال على ابوك وامك، اسال اخبارك ايه يا ماما، طمنيني عليكي. عمرك صحيح عمرك فكرت انك تطمن على اخبار امك، احتياجاتها؟ تصدق ممكن تكون امك بتتالم جدا وانت ما بتفكرش، انت عايش جوه نفسك ومتخيل ان امي بقى هي ربنا يوفقها في حياتها. المهم انا، هي مهتمه بيك، بس انت مهتم بيها؟ هي دي نمره 3 دي ممكن تسال عليها، تتودد اليها. اخبارك ايه؟ احوالك ايه؟ ابو هريره بيقول
أنا لا أريد أن أحج حجة التطوع بعد حجتي مع رسول الله. قالوا له ليه مش عايز تحج تاني؟ قال كي لا أترك أمي. هيسيبها ثلاث أسابيع ولا أربع أسابيع يروح يحج ويرجع، فمش قادر يسيب أمه. فأنت بتسأل عليهم، ولا بتخش أوضتك وتقفل على نفسك باب أوضتك وتقعد بالساعات؟ تعالي يا ماما أنا عايز أحكي لك وأنتِ احكي لي. النقطة على فكرة، ومناسبة التودد إليهم والسؤال عليهم، في حديث عن الأب جميل جميل. بص يقول لك إيه؟ احفظ ود أبيك لا تقطعه فيقطع الله نورك. تاني، احفظ ود أبيك لا تقطعه فيقطع الله نورك. اوعى ربنا يطفي نورك. لسه أم كانت مسافرة وجت شافت ابنها وهو في أحسن حال، فبتقول له يا محمد وشك منور، أنا ما شفتش عينيك فيها البياض اللي فيه دون من مدة طويلة. أنا أعتقد إن ده من رضا الأم والأب. أنا أعتقد إن الوشوش بتفرق بدعوة الأم، لأن أمه وهي معاه امبارح قالت له الله يرضى عنك. يا بخته اللي أمه من غير ما يطلب منها تقول الله يرضى عنك، عدى خلاص، مبروك مبروك. يبقى قلنا إيه؟ استشرهم في شؤونك. اتنين، اصبر على اللي ما يعجبكش. تلاتة، اسأل عنهم وتودد إليهم. أربعة، اقضي حوائجهم. مين اللي هيودي ماما الدكتور؟ أكيد إخواتي مش أنا. مين اللي هيدفع لها فاتورة الموبايل؟ شايف الفاتورة أصلاً كبيرة قد إيه؟ هي بقى تصطفل، هي اللي بتتكلم كتير. مين اللي هيصلح لبابا العربية؟ أنا مال أنا ومال العربية؟ ولا ليا دعوة بيه. طب يعني مثلاً كل شهر اقضي حاجة، كل أسبوعين اقضي حاجة. ابن حجر العسقلاني اللي هو شارح البخاري، اللي عمل شرح البخاري، بيقول وأنا عندي 20 سنة لكان ألف البخاري ولا حاجة. هو بيقول إزاي إن ربنا أنعم على الإيد دي إنها ألفت البخاري. فبيقول وأنا ابن 20 عاما مرضت أمي فدعتني لأمرضها أسهر معاها، فوضعت يدي تحت رأسها ومسكت يدها بيدي الأخرى حتى نامت، فخشيت أن أوقظها فبقيت الليل كلها ويدي تحت رأسها ويدها في يدي حتى خدلت يدي مش قادر. فقلت لا والله لا أنزعها وأوقظ أمي حتى كان الصباح. يقول ابن حجر والله بركة ما ألفت في حياتي بهذه الليلة. اللي حصل في حياتي ده كله ببركة الليلة اللي أنا مرضتها، نمت شايل دماغها على إيدي طول الليل. اقضي حوائجهم. جرير عابد من العباد بيحب صلاة الليل، قيام الليل. يا سلام يا بخته، كل ما أم تنادي عليه عايزة منه طلب يكون بيصلي. يا جرير بيصلي، يا جرير بيصلي، يا جرير بيصلي. فدعت عليه، فالنبي بيعلق فبيقول إيه؟ رحم الله أخي جريرا، لو كان خرج من صلاته وأجاب أمه لكان خيرا له. رضا الأم قبل صلاة التطوع. رضا الأم مفضلة على صلاة النافلة لأنها فرض والنافلة نافلة. حد كده أنا بتكلم، حد بيراجع وضعه مع أمه، وضعه مع أبوه، حد مكسوف. يعني انا ابويا موجود في المسجد النهارده، انا مكسوف ان هو قاعد سامعني مكشوف. طب نراجع كده تاني. ها، واحد ايه؟ استشرهم في امورك. ها، اتنين، اصبر على ما يعجبك. تلاتة، اسال عنهم وتودد لهم. اربعة، اقضي حوائجهم. خمسة دي جامدة قوي، ادخل البسمة على وجوههم. اسعدهم. لا مش بسمة امل، لا. أدخل البسمة على أسعدهم. فاكرين الشاب اللي راح للنبي جدع كده بالسوري أبضاي، رايح بيقول له يا رسول الله والله خرجت معك لأقاتل وقد قال لي أبي وأمي لا تخرج، فخرجت وقد تركتهما يبكيان لأخرج معك.
فاكرين الرد الجميل؟ قال ارجع لهما فأضحكهما كما أبكيتهما. تعرف تبسط أبوك وأمك؟ ممكن يكون إنك تضحكهم إنك تبقى إيه الحكايات اللذيذة اللي حصلت النهاردة وتروح تحكي لهم نكتة. ممكن إنك تضحكهم خبر حلو عنك نجحت. تعرف تكون من نواياك والله لأسعدهم، والله لأخلي الوجه ده يبتسم. تعرفين إن عمر بن الخطاب مرة رجع شاب من الجهاد عشان بكاء أبوه؟ رجعه وخلى الأب واقف والولد داخل من ورا، شوف رحمة عمر وهو بيفتح الفرس وجوم ويقول له. فقال الأب: ما تتمنى الآن؟ قال: أتمنى أن أحضنه وأشم رائحته. فقال له: لك ما طلبت، رجعناه. فشافه فبكى الرجل، فبكى عمر بن الخطاب. سعدهم. أمك دي اللي مش عاجباك كان عندها أحلام كتيرة في الحياة وهي صغيرة، لما أنت جيت اتنزلت عن كل أحلامها عشان حلم واحد بس، أنت. إيه القسوة دي؟ إيه الأنانية دي؟ أبوك وأمك كانوا بيحبوا يصيفوا في حتة تانية، وكانوا بيحبوا وهم صغيرين يروحوا حتة تانية أول ما اتجوزوا. لما أنت جيت بقى المهم أنت هتتفسح فين، مش هم هيروحوا فين. أنت جاحد. النقطة اللي أدخل البسمة على اوعى تكسر قلبهم، اوعى تكسر قلبهم. النقطة السادسة: اسأل على أصحابهم، زور صحابهم. وبعدين ما تخبيهاش بقى، وبعدين كلم أبوك قول له: أنا زرت عمتي النهاردة. طب ده رياء، ده يا عم رياء عشان أبوك يرضى. اعمل كده، مش رياء ولا حاجة، يعني اعمل شغل مع أبوك ومع أمك. أنا سألت على صاحبتك، أنا جبت ورد لفلانة قريبتك. عبد الله بن عمر بن الخطاب بعد وفاة عمر بن الخطاب، عبد الله ماشي في الطريق لقى واحد أعرابي، يعني ناشف كده، الأعرابيين معروفين، وماشي في الشارع. فعبد الله راكب على البغلة بتاعته والدنيا حر ولابس العمامة بتاعته، قام نازل عن البغلة وقال للأعرابي: اركب عليها. يا نهار أبيض، عارف لما تدي واحد عربية تقول له: روح أنت بيها. وقام قالع العمامة بتاعته وملبسها للراجل. فالراجل قام قايل له واحد ماشي، قال له: ايه اللي انت عملته ده؟ قال: ان ابو هذا كان صديق لعمر بن الخطاب، فاحببت ان ارسل لعمر في قبره هديه فاكرمت هذا. يا سلام، اكرم ابن صاحب ابوه. احنا بعيد قوي ولا قريبين ولا نص نص؟ نص نص ان شاء الله. لا يعني السبعة والأخيرة: صاحبهما، صاحب أبوك وأمك. يعني أنت ليك أصدقاء؟ ليه أصدقاء كتير. طب مين أول أصدقائك؟ تامر وحسين وأنت مين أول أصدقائك؟ هدى وليلى. طب إيه رأيك لو خليت أول الأصدقاء أبوك وأمك؟ وصاحبهما في الدنيا. والراجل اللي راح للنبي: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ أصاحب مين يا رسول الله؟ هو بيتكلم على الصحاب. قال له: أمك. فالراجل اللي افتكر النبي مش فاهمه قال: ثم من؟ أيوة ماشي خلاص، وبعدين؟ فالنبي عايز يركز عنده الفكرة. قال: أمك. يا رسول الله أنا بتكلم على الصحاب، الصحاب ثم من؟ قال: أمك. طب يا رسول الله عرفت أمي، وبعدين أصاحب مين؟ قال: أبوك. فسكت الرجل. فهم أنتوا صحاب، تصحاب انت وابوك وامك. طب ابويا وامي ما بيصاحبنيش، طب ممكن انت تصاحبه؟ يعني ممكن تقول له تيجي نخرج مع بعض، تحكي له، تشكي له، تبعت له ايميل، توصف له فيه عاطفتك تجاهه، تسال عليه بالتليفون، تقول له ادعي لي. سبع حاجات ممكن نكتبهم بقى نشوفهم على بعضهم. السبعه: مهاره كيف تكسب قلب والديك، كيف تكسب رضاهم. الحياة مكتوبة غلط بس هنعديها، يعني أنا السبب. يعني استشرهم في شؤونك، أصبر على ما لا يعجبك منهم، اسأل عنهم وتودد إليهم، اقضي حوائجهم، ادخل البسمة على وجوههم، اهتم بأصحابهم وأقاربهم، صاحبهم. مين هنا بص عليهم، بص على السبعة كويس، مين هنا جايب فوق 70%؟ يرفع إيده.
والله العظيم حلو حاجه جميله. لا خليكم رافعين بس عشان الناس تغير منكم، والله العظيم خليكم رافعين، ارفع جدع. والبنات طبعا ما حدش شايفهم يعني، ربنا يوفقهم يعني. طب مين جايب فوق 50%؟ كويس، ما شوف الايدين كترت. نعم من السمان رقم 7 صاحبهما. انت ابنك معك موجود؟ شفت بقى بيقول لي اتك على 7 زياده، فبقول له انت ابنك موجود، قال لي موجود. الله يبارك لك فيه يا رب. طيب الواجب العملي، حاضر الواجب العملي هجيله تاني. الواجب العملي، ها عايزين نجيب 4 من 7. بص عليهم تاني، ممكن نرجع السبعة تاني، ممكن نرجع السبعة تاني. اختار لك 4 من 7 ونشن عليهم وقول هشتغل عليهم الاسبوع الجاي. ده واجب الاسبوع، واجب الاسبوع الجاي. عايز تكسب رضا ابوك وامك، جيب 4 من 7. شوف انت ضعيف في ايه. طب والناس اللي رفعت ايديها جايبه 70%، شوف انت ضعيف في ايه واشتغل على الضعيف. يعني انا مش هقول لكم يعني، بس انا كمان بنقي معاكم يعني. يعني نمره 4 دي مثلا في ناس ضعيفه فيها جدا جدا جدا، اقضي حوائجهم. هتعمل ايه لابوك وامك؟ هتقضي حوائجهم ازاي؟ يمكن 5 الناس اللي دمها خفيف بيعرفوا يعملوها، وعلى طول عمال يضحك مع ابوهم، والله العظيم جميله. في ناس وقع قوي في نمره 2 ما بيصبرش. والله اوعى 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 يا اخوانا، اصل 2 دي لو انت واقع فيها انت بتضيع السبعة. عارف ليه بتضيع السبعة؟ دي بتجيب عقوق، دي بتوديك على الناحية التانية. يعني لو انت وحش في الستة اوعى تضيع السبعة، اوعى تضيع نمرة 2. بلاش نمرة 2 يا اخوانا، نمرة 2 مش اختيار، مش اوبشن. اوعى، اصبر يا اخوانا، اصبر اصبر. يحصل والله العظيم غضبهم مرارة، عقوق مرارة مرارة مرارة. طب مين يقول لي من السبعة ايه اللي لا يمكن الاستغناء عنه؟ اكتر حاجات ما نقدرش نستغنى عنهم في السبعة، 2 بس. 2 الاول، حد يساعدني، ما لسه ايه اللي بغششكم. نمرة 2، طب وبعديها 7، ها 4، 4 اللي هي ايه؟ اقضي حوائجهم. صعبة دي، انا مقصر فيها اصلا. 1 3، انا موافق على 3، انا موافق. اسأل عليهم وتودد اليهم. يعني 2 و3 لا يمكن الاستغناء عنهم كلهم، صح؟ بس 2 و3 اساس. اما الاخيرة صاحبهما فما جاش في القرآن الا بكلمة الصحوبية. انا اعرف بنت اسمها ايثار، إيثار أبوها مش فاضلها خالص. عارفين عملت إيه؟ خدت بعضها وقامت رايحة له مكتبه في الشغل، وراحت على السكرتيرة وقالت لها أنا عايزة ميعاد. فالأب استغرب جدا، إيه اللي بتعمله ده؟ عايزة إيه؟ قالت له عايزة أقعد معاك. دخلت قالها خير في إيه؟ قالت له أبدا، أنا عايزة أحكي لك أخباري. فقال لها، سمع افتكر إنها هتقول له مصيبة، حاجات عادية. قال في حاجة؟ قلت له أنا ربنا أمرنا أن أنا أصاحبك، وأنا حاسس أن أنا مش عارف أصاحبك، فجيت لغاية عندك عشان أقول لك أنا أخبري كذا. حلو مش كده؟ ميمين. ننقل على اللي بعده. يبقى خلصنا كده إيه؟ مهارة في الحياة صاحبهما. اللي بعده فكرة. فكرة ايه الفكرة؟ والنهاردة قلنا مهارة وفكر وايه وخلق، والخلق هيبقى مرتبط باسماء الله الحسنى. الفكرة النهاردة، بصوا يا جماعة، في حاجة اسمها الثوابت وفي حاجة اسمها المتغيرات. ثوابت وايه ومتغيرات. في ثوابت في الدين، في ثوابت في الحياة، في قيم لا يمكن تتخلى عنها، وفي متغيرات عايزة مرونة. مشكلة الناس ايه بقى؟ بيلخبطوا، يحول الثوابت متغيرات ويحول المتغيرات ثوابت. تاني معلش، في حاجة اسمها ثوابت. يعني ايه ثوابت؟ مثلا لا إله إلا الله دي ثابت ولا مش ثابت؟ تقدر تتحرك فيها؟
تقدر تعمل مجونة مع حد عشانها؟ ما تقدرش. كويس؟ الأمانة ثابت ولا متغير؟ تقدر تتحرك فيها؟ لكن في حاجات تانية متغيرات، محتاج ترجع بقى لحاجة اسمها مقاصد الشريعة، وهنتكلم فيها بعد شوية. احنا على فكرة احنا مقاصد الشريعة دي من غير ما أقول لكم أنا شغال بيها على طول. في حاجة اسمها متغير بقى. إيه متغيرات زي إيه؟ لا حاجات كتيرة جدا 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 جدا. سماع الأغاني متغير، لأن في آراء كده بتقول كده وآراء بتقول كده. شكل التعامل مع المرأة بعيدا عن أشياء محددة متغيرات. نشتغل مع بعض إزاي ونتعامل مع بعض إزاي متغير. التعامل مع غير المسلمين، مشكلة الناس إيه؟ بياخد المتغيرات ويحولها لثوابت، فالدنيا تزنق عليه قوي وتقفل عليه قوي ويبقى مش عارف يتحرك. الحكاية دي بتعمل ايه؟ بتعمل لخبطة للإنسان واهتزاز وتلخبط الدنيا. الكلام اللي انا بقوله صعب، انا عايز احطه ادوبه في مية اخففه عشان يبقى سهل عليه. قصة نبوية، مش العنوان اللقاء بتاعنا على خطى الحبيب؟ قصة نبوية للجمع بين المرونة الشديدة وبين القوة والثبات. القصة كلها ماشية ثبات مرونة مرونة ثبات، ثبات مرونة مرونة ثبات، ثبات مرونة مرونة ثبات، لغاية ما في واحد في الآخر اتلخبط اسمه عمر بن الخطاب، وقفت معاه وخد درس عظيم. فأنا النهاردة عايز أعلمك المرونة. خليك مرن. في ناس يا جماعة ماشية كده الدنيا كلها عنده ثوابت وماشي كده قطر، يعني لغاية ما يتصدم وتك يتكسر. في ناس ما عندهاش مرونة مع أخطاء الآخرين، هو غلط فيا خلاص انتهى يا عم فوت وعدي في ناس لما تتغير الظروف ما يعرفش يبقى مرن. قبل الثورة كان ماشي بطريقة، الصورة كل حاجة اتغيرت ما يعرفش ينسجم مع الشكل الجديد، عمال يخبط. فهمتوا انا عايز اقول ايه بالمرونة؟ يا ترى انت مرن؟ شخصية مرنة؟ ولا انت شخصية قطر؟ الستات عندهم المشكلة دي اكتر، لان الستات عندهم الابيض واسود، وفي بقى ناس رجالة عندهم كل درجات الالوان يعني كل الالوان اللي في النص. انت انا بقول للستات لازم تكوني مرنه، بس بقول للرجاله المرونه العشوائيه بتخلي كل حاجه فاهمين. انا عايز اقول الثابت والمتغير. تيجوا نحكي القصه صلح الحديبيه. احنا فين؟ احنا في المدينه. سنه كام؟ 6 هجريه. ايه الوضع؟ الوضع ان احنا انتصرنا في بدر وهم يعني حصل انكسار في احد وفي الخندق، فصلنا القوات وهو هم رجعوا خائبين وتجمد الوضع على ما هو عليه، والمعركة واقفة على كده وفات سنتين ومفيش حاجة بتتحرك. فالنبي هيحرك الدنيا. هتحرك الدنيا ازاي يا رسول الله؟ انا طلع عمرة انا طلع عمرة. مكة مفتوحة للمعتمرين من كل الجزيرة العربية، ما يحرموش، لكن المسلمين ممنوع يدخلوا. لا انا هعمل عمرة، أنا هروح. فطلع معاه 1400 بس. لا أص النبي اللي بيعمله ده تحدي جامد، ده طلع يقول لهم أنا جاي وحامل عمرة. أنتوا يعني هنا ممنوع؟ مش بقيت العرب بتخش؟ أنا جاي أعمل عمرة، امنعوني. ودي ملابس الإحرام أهي، ودي الهدي قدامي أهو، هيسوق الهدي قدامه ويطلع هعمل عمرة. ده موقف إيه؟ مجونة ولا قوة؟ احفظ معايا بقى عشان طول ما احنا ماشيين، قوة ولا مجونة؟ قوة. طيب يلا بينا نطلع، يلا بينا نطلع. ها طالع الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وصل عند أبيار علي. يعني فين أبيار علي؟ لسه عند مشارف المدينة، لسه في الأول خالص. قام جايب واحد اسمه بشر بن سفيان، قال له تنزل لي على مكة تشوف لي الأحوال هناك بالتفصيل إيه وترجع تقول لي في الطريق، تقابلني في الطريق تحكي لي على ما انا ابدا اتحرك، تكون انت وصلت وجبت الاخبار وترجع لي. في مفاجاه، بشر بن سفيان كافر مش مسلم. ايه ده؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم بيستعين في حاجه زي كده بواحد مش مسلم؟
ازاي يعمل كده؟ طب ووثق فيه؟ اصله وثق فيه، ده يعرف النبي، يعرف معدنه، ده النبي يعرفه من ايام ما كان بيشتغل معاه بالتجاره زمان، قبل ايام ما كان النبي تاجر بيبيع ويشتري، عارف ان الراجل ده امين. في ناس مننا يا جماعه لا يمكن يتعامل مع مسيحي، يعني يسكت ما ي... بس لا يمكن يتعامل مع مسيحي، ولا يمكن يتعامل معاه في فلوس، يقولك لا ما استأمنش على فلوس، بس ده النبي استأمن على حياته، على ارواح. انتوا ناسين ان الهجره مين كان دليل النبي في الهجره؟ عبد الله بن أريقط. ده ايه، مسلم ولا مش مسلم؟ مش مسلم. ايه ده، ايه ده، دي ايه مرونه؟ مرونه ايه؟ انا استطيع اتعامل مع اي حد طالما منه. طيب يبقى ايه؟ يبقى قوه وبعديها ايه؟ مرونه. ندخل على اللي بعدها. ها، راح بشر بن سفيان رجع للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان قريش جمعت لك كل ما لديها من قوه، عرفوا انك جاي، وقد لبسوا جلد النمور، جلد النمور يعني داخلين، واستدعوا الاحابيش، الاحباش معروفين بشدتهم في الحرب. فانظر، خلي بالك. فقال النبي اني ماضي لما رايت. قوة ولا مرونه؟ قوة. وبعدين ام منادي واحد، بص بقى هيكملها اهو، ام منادي واحد من بني اسلم وقال من يبحث لنا عن طريق وعر حتى لا نصطدم بهم. انا عايز ما ادخلش في مواجهه معاهم، انا عايز اوصل مكه من طريق تاني. فبحث له عن طريق بين الشعاب حتى وصل الى مكان يسمى الحديبيه بجوار التنعيم. عارفين التنعيم اللي احنا بنطلع نحرم منه؟ يعني بينه وبين مكه كم كيلو؟ 5-6 كيلو. مرونه ولا تحدي؟ مرونة. لا يا عم، طب واجه ليه؟ ايه ده، انت فيك، انت شخصيتك فيها الحاجات دي؟ قوه مرونه، قوه مرونه، قوه مرونه. ها، وصلنا لغايه الحديبيه. طيب هنعمل ايه في الحديبيه؟ وصلنا، الناقه بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم القصواء. ها، احنا خلاص النبي داخل بقى، ما هو وصل الحديبيه على التنعيم وداخل مكه مش واقف. القصواء قامت قاعده بركت، يقولوا لها حل حل حل، يعني تحركي تحركي، ما فيش فايدة. فقالوا خلقت القصواء، عصت أمر النبي، حتى القصواء عيب أنها تعصي أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي ما خلقت القصواء وما ذلك لها بخلق، دي مش أخلاقها، ولكن حبسها حابس الفيل اللي امتنع أنه يدخل مكة عنوة. ففهم النبي الإشارة، لا استنى، فغير الخطة، هنقعد هنا. وقام قايل كلمته الشهيرة والله لا تدعوني قريش إلى سلم أو إلى اتفاق تعظم فيه شعائر الله إلا أجبتهم إليه أقيموا هنا. غير الخطة، مرونة ولا مش مرونة؟ مش كان داخل؟ غير، قعد. قريش عايز تشوف الحكاية إيه، قامت بعت خالد بن الوليد معاه قوة عسكرية يستفزوا المسلمين، ما هم 1400 لابسين لبس الإحرام. فقام جاي خالد بن الوليد بالسلاح واقف قدامهم، فجت صلاة الظهر النبي صلى الله عليه وسلم قام مصلي في اتجاه القبلة في ظهر خالد بن الوليد. فخالد بن الوليد فكر، طب ليه ما هجمش عليهم وهم بيصلوا وخلص الموضوع؟ وبعدين تردد شوية، فقام خالد بن الوليد قرر لما تيجي صلاة العصر هعملها، مش هيصلوا تاني، هعملها وهم بيصلوا. فجت صلاة العصر، قام النبي مصلي صلاة الخوف، وشه لخالد بن الوليد. نص الجيش بيصلي ونص الجيش واقف بالسلاح لوش خالد. النبي هيصلي 4 ركعات، بعد الركعة الثانية نص الجيش اللي صلى يسلم ويروح يقف مكانهم يستلم السلاح، ونص الجيش اللي كان واقف بالسلاح يجي يكمل الركعتين الأخرانيين مع النبي صلى الله عليه وسلم. دي ايه؟ قوة ولا مرونة؟ ولا مرونة؟ ولا الاثنين؟ ايه ده؟ وتخيلوا الصلاة اللي عاملة كده، انت متخيل صلى بالشكل ده؟ قوة ومرونة. خالد بن الوليد بيقول فعرفت ان الرجل ممنوع. لا لا لا، ده جاب اللي في دماغي، الرجل ده في حاجة بتمنعه مننا. طيب قريش لما لقت النبي واقف عرفت ان الموضوع موضوع مفاوضات، ان النبي مش عايز يدخل، عايز يتفاوض. فقامت بعته واحد منهم يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، بعتت واحد اسمه ايه، بديل بن ورقاء الخزاعي من قبيلة خزاعة. النبي شافه قال هذا رجل لا رأي له، مش هيخلص.
ده مش بتاع تخليص، ده هينقل الكلام وخلاص. فهيقول له كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أم قايل له إيه؟ إنا لم نأتي لقتال، ولكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد أنهكتهم الحرب وأضرت بهم تجارتهم واقفة. وبعدين أم قايل له إيه؟ أو مش عارف أقرأ، ماشي. وإنا إذا شاءوا مددناهم مدة، نعمل صلح. وإنا إذا شاءوا مددناهم مدة، ناخد فترة صلح. وإن أبوا فوالله لأترك الحق حتى تنفرد سالفتي. سالفتي اللي هي العمود الفقري، لغاية ما يتقطع عمودي الفقري أنا مش هسلم. إيه دي؟ قوة؟ قوة طبعا، قوة. رجع بديل بن ورقاء، قاموا بعتين له واحد تاني اسمه مكرز بن حفص. فالنبي شافه جاي من بعيد، كل ما النبي يلاقي واحد جاي من بعيد يقول عليه كلمة، قال هذا رجل غادر. فقام قايل له نفس الكلام أقوى، فرجع مكرز. فقاموا بعتين له واحد تالت اسمه الحليس بن علقمة، ده راجل من الأحباش بيعظم شعائر الله قوي. فالنبي قال ذلك الرجل يعظم شعائر الله، لا تكلموه ولكن اجعلوا الهدي يسرح أمامه، خلوا يعرف ان احنا جايين معتمرين. فالراجل ما كلمش النبي، ام لفف وراجع. قال يا معشر قريش، ايسمح للسفهاء بالحج والطواف ويمنع ابن عبد المطلب؟ والله هلكت قريش ان منعت ابن عبد المطلب. شايف انت شخصيتك فيها القدره على انك تتنوع كده؟ في ناس كده ناشفه على طول، وفي ناس مبوظه الدنيا على طول. تعرف تجمع بين القوة وبين المرونة؟ شايف النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وبعدين قاموا بعتين واحد اسمه عروة بن مسعود. فالنبي صلى الله عليه وسلم، عروة بن مسعود ده راجل فاحش وكلماته بذيئة، فبيكلم النبي وبيشد في لحية النبي وهو بيكلمه، فالنبي يبتسم إليه. دي إيه؟ مرونة، مش كده؟ إزاي يعبس في لحية نبي؟ بس ساب ناس تانية توري له القوة. فقام جاي المغيرة بن شعبة بطرف السيف بتاعه، مش بطرف، بوسط السيف بتاعه، وضربه على ايده بالسيف، مش بحد السيف، بعرض السيف. ارفع يدك عن لحية رسول الله. النبي عمل المرونة، وواحد عمل الايه؟ القوة. فقال ما أغلظك؟ من هذا يا محمد؟ قال أولا تعرفه؟ ذلك المغيرة بن شعبة، كان بينه وبينهم صقر في الجاهلية، فعشان كده النبي قال له أولا تعرفه. وبعدين المغيرة قال يا محمد ما أرى إلا أنك جمعت أوباش الناس. ده أنت جمعت شوية، استغفر الله العظيم، أوباش الناس، والله ما أن تلقى قريش حتى يجروا ويتركوك. فأم أبو بكر الصديق، أم النبي مبتسم دي تاني، أم أبو بكر الصديق مديله حتة كلمة مش هقدر أقولها في المسجد، والله العظيم مش بهزر. لا يعني شتموا شتموا يعني، مع ان ابو بكر الصديق مش طبيعه ابو بكر ابدا، بس ابو بكر شاطر عظيم، لقى النبي لان، فهو عم حاطط الايه؟ القوة. كلمه قال ما افظعك، انت بتشتمني بالكلمه دي؟ ما اقدرش يعني، اللي عايز يعرف هيرجع للكتب، متاكد كله هيرجع ارجع اي كتاب سيره هتلاقي كلمه جامده جدا. اي كتاب، مش كتاب معين، اي كتاب سيره، صلح الحديبيه، ابو بكر رد على عروه بن مسعود، جامده جدا. طيب مشي، وهو ماشي النبي حب يوريه، انت بتقول هيتفرقوا عني؟ فهو ماشي قال النبي الي بالوضوء بسرعه، وبدا يتوضا، فبدا الصحابه ينزلوا تحت الميه اللي نازله من النبي، كل واحد يتبادر ليها يتوضا بيها. بيبعت له ايه؟ بيبعت له رساله، دول يجروا مني. بص، فرجع المغيره عروه بن مسعود يقول لهم والله رايت كسرى في جيشه، ورايت قيصر في جيشه، ما رايت احد يحب احد كحب اصحاب محمد لمحمد صلى الله، محمد صلى الله عليه وسلم. طيب النبي هيعمل ايه؟ هيبعت عثمان بن عفان. يعمل ايه عثمان بن عفان؟ يفوضهم، ما احنا عايزين هنفضل واقفين كده. فراح سيدنا عثمان بن عفان يفوضهم، فاخروا شويه، قالوا لا استنى بقى شويه.
فطلعت إشاعة أن عثمان قتل. هيعمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ عثمان قتل، من يبايعني على الموت؟ ايه ده؟ ده انت عملت قلت تفاوض، ده انت غيرت الخطة 3 مرات لغاية دلوقتي يا رسول الله. انت مش من شوية كنا بنقول والله لا تدعوني قريش الى ايه؟ الى شيء يعظم فيه شعائر الله الا اجبتهم اليه، ومش داخل عليهم؟ مش هم غدروا؟ طب شوف القوة بقى، من يعاهدني على الموت؟ فبيقول لك فقام الناس يتقاتلون بيعة الرضوان، وشوف قوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقام جاي بإيده الشمال وقام حاططها فوق إيده اليمين وقال وهذه لعثمان. يعني أنا حدي عطائين النهاردة، متين. دي اسمها إيه؟ قوة، مش كده؟ في وسط ما هم بيبايعوا وخلاص واتفقوا، لقى واحد جاي من بعيد، سهيل بن عمرو، فقال إن قريش لا ترسل هذا الرجل إلا وهي تريد الصلح. هذا سهيل سهل الله لكم. ايه يا رسول الله، احنا مش كنا خلاص مش انا ما اعرفش بقى غير كده كل 5 دقائق. فدخل سهيل بن عمرو قال يا محمد لم يقتل عثمان ولكن جئنا للتفاوض. فقال والله لا تدعوني قريش الى شيء تعظم فيه شعائر الله الا اجبتهم اليه، اجلس يا سهيل. ايه غير كم مره؟ 4 مرات. سؤال بقى، أنا بحكي الحكاية دي ليه؟ أنت مرن؟ في ناس يا جماعة يحب يشوف الشغل يمشي صح 100% بيرفكت، يعني لازم يكون مفيش غلطة. طب في غلطة؟ أنا مش شغال. إحنا كنا عندنا مشكلة في صناع الحياة بالطريقة دي. في شباب في صناع الحياة بيعشق إنه عايز يعمل النهضة وعايز يشتغل، حصل غلطة ما ينفعش. يا عم فين المرونة؟ وفي ناس مع أصحابها، في ناس مع أولادها غلط خلاص. أنت مالن ولا مش مالن؟ في ناس بعد الثورة تعبانة، ده لسه الدنيا هتتغير كل شوية. المرونة المرونة المرونة، فكر فيه. ها يلا سهيل بن عمرو، فقال يلا بقى نتفق، اكتب يا محمد. ها فالنبي نادى علي بن أبي طالب عشان يكتب. ها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. قال استنى، ما نعرف الرحمن ولا نعرف الرحيم، لو عرفناهما لأمنا بهما، ولكن اكتب ما كتبه أبوك وأهل أبوك، اكتب باسمك اللهم. فقال النبي امحوها يا علي، اكتب باسمك اللهم. انت هتقفل ساعتها ولا ها مرونة. هذا ما تعاهد عليه محمد عبد الله ورسوله. قال استنى، لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك، اكتب اسم أبيك محمد بن عبد الله. فقال امحوها يا علي، فسيدنا علي وقف، قال لا والله لا امحوها. خلاص بقى مش قادر. فقال أرينيها يا علي، فقال هي هذه يا رسول الله، فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي عنده ثابت تاني، عايز الصلح عشان الناس تعرف الدين وتؤمن بالدين، عايز فترة السلام. الإسلام يا أخوانا ينتشر في جو السلام، والنبي عايز 10 سنين سلام. امحوها يا علي، محى التانية، ها اتفقنا، نمضي على إيه؟ نمضي، ترجع السنة دي ما تدخلش. يا نهار أبيض، ده 1400 جايين وكلهم شوق. تخيل ما طفش بالكعبة بقاله كم سنة؟ 7 سنين ولا 6 سنين. ترجع السنة دي ما تدخلش، وتيجي السنة الجاية تدخل، ونعمل هضم 10 سنين، والمسلم اللي يكفر ناخده، والكافر اللي يسلم برضه ناخده. ايه ده؟ ده ولا ما فيهاش يعني حتى بديهية، هو كده عايز تمضي ولا مش عايز تمضي؟ فقال النبي نعم. لسه النبي هيوقع هيختم، ابن سهيل بن عمرو جاي مسلم ابو جندل، حاجة يعني فتنة رهيبة، وجاي بقى ومسكينه بالحبال وبيضربوه، وهو جاي بيجري هربان منهم، ووصلوا ليه قال يا معشر المسلمين جئتكم أقول لا إله إلا الله أتتركوني إليهم؟ فقال النبي دعه لي يا سهيل. قال هذا أول العهد، ابن سهيل، إن لم ترد إلي ابني والله أوقع معك. فالنبي قال اتركه لي يا سهيل. قال أبدا.
فالنبي قال: يا أبا جندل اصبر لعل الله يجعل لك مخرجا. فخدوه وعذبوه قدام الصحابة. فمين اللي مش قادر بقى؟ خلاص خلاص بقى، عمر بن الخطاب. قام رايح، هم مكتفين أبو جندل ومقعدينه على جنب لغاية ما أبوه يخلص وياخده ويمشي. فعمر بن الخطاب قام ماسك السيف بتاعه كده ورايح جنب أبو جندل، وإيه، وقعد يهزله السيف وقال: إيه يا أبا جندل، إن الرجل لا يقتل أباه من أجل الله. هما بيرج الوالدين، لا ما ابوه بقى يعني، ما كانش لسه بيرج الوالدين الحلقه اللي فاتت. فقال ابو جندل: فلما لا تقتله انت يا عمر؟ فقال: ما كان لي ان اعصي امر رسول الله، انا صابر بالعافيه. قال: وانا ما كان لي ان اعصي امر رسول الله. اتمضى العهد، عمر ما قدرش بقى. النبي قال لهم: يلا مرجعين مروحين. ما قدرش، فذهب للنبي قال: ألست رسول الله؟ كلام صعب جدا. قال: بلى. قال: ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الذل في ديننا؟ فقال: يا عمر، إني رسول الله ولن يضيعني وأنا لا أعصيه. قال: ألم كنت قد قلت لنا أننا سندخل البيت ونطوب بالبيت؟ قال: نعم، ولكن هل أخبرتك أنك ستطوب به هذا العام؟ قال: لا. قال: فقال: أنك ستطوب به. شايف أنت متخيل الحوار عامل إزاي؟ أم واخد بعضه ورايح لأبو بكر قال: أليس هو رسول الله؟ ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ قال: يا عمر، إلزم غرسة، أقف مكانك، رسول الله ولن يضيعه. عمر بن الخطاب بيحكي: فنزلت سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فذهبت إلى النبي أقول له: أفتح هو؟ فين الفتح ده؟ قال: يا عمر، اصبر وسترى الفتح. كانت النتيجة الصلح إن السنتين دول عدد الناس اللي دخلوا الإسلام بعد الصلح في جو السلام، معلوش خايفين من قريش، عدد اللي أسلموا 10 أضعاف اللي أسلموا من ساعة بداية رسالة النبي لغاية صلح الحديبية، وانكسرت قريش وعلى الإسلام. يقول عمر: فلما مرت سنوات أدركت أنه فتحا، وعلمت أن رأي النبي أعظم من رأيي، ووالله ما زلت أعد صياما وصلاة ليغفر الله لي ما قلت بين يدي رسول الله. صلح الحديبية، أنا خلصت. فكرة المرونة، ثوابت المتغيرات. هل أنت مرن ولا صلب؟ خلي بالك، عمر بن الخطاب بعد كده هيبقى قمة المرونة، وهيبقى هو أستاذ مقاصد الشريعة لأنه تعلم من اللقاء ده. مفيش واجب عملي هنا، أمال إيه المطلوب؟ فكر فكر تبقى مرن. القسم الأخير اللي أختم بيه، نعيش مع الإيمان بقى شوية. اسم من أسماء الله الحسنى، ربع ساعة، آخر ربع ساعة. اسم من أسماء الله الحسنى، جاهزين؟ تحبوا اسم إيه النهاردة؟ فاكرين الأسامي اللي خدناها لغاية دلوقتي؟ ها، الملك والحليم، قريب والواسع والولي والوكيل. النهاردة مع اسم، اسم الله الصمد. قل هو الله أحد، الله الإيه، سبحان الله. الاسم ده ما جاش في القرآن إلا مرة واحدة بس ما جاش في أي حتة. ده جاء في الصورة اللي هي تلت القرآن. إيه ده جاي في الصورة، أحب الصور يعني للمسلمين، صورة الإخلاص، تلت القرآن. سورة قل هو، سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. يعني إيه الصمد؟ يا نهار أبيض، شوف أنت بتصلي تقول والله أحد بقالك كام سنة؟ أنت عارف يعني إيه الصمد ولا مش عارف؟ معقولة بتصلي بيها كل المدة دي؟ مش عارف يعني إيه الصمد؟
الصمد الذي لا يحتاج إلى أحد ويحتاجه كل أحد. الصمد الذي لا يحتاج إلى أحد ويحتاجه كل أحد. أتاري صورة الإخلاص بتدور حول معنى الصمد، لا يحتاج إلى أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صورة الإخلاص شرح للصمد، وما جاش غير فيها عشان يبقى في مركزها في قلبها، وهي تلت القرآن عشان تفكر في الصمد، لأن هي صورة الإخلاص. طب وإيه علاقة الإخلاص بالصمد؟ لا يحتاج إلى أحد ويحتاجه كل أحد. يبقى يعني إيه الصمد؟ كلمة الصمد في اللغة يعني المقصود. يقول لك فصمدت له أي قصدته. عمرو بن الجموح لما قتل أبو جهل في غزوة أحد يقول فظللت أبحث عن أبو جهل في جيش قريش حتى رأيته فصمدت له. يعني إيه؟ توجهت له، قصدته. يعني يبقى معناها ايه معنى الصمد؟ معنى الصمد الذي يقصد اليه في قضاء الحوائج. الاسم ده لقضاء الحوائج. حد عنده طلب يا اخوانا؟ حد محتاج حاجه؟ حد عنده مشكله؟ الاسم ده اللي عنده حاجه عايز ربنا يقضيها. الصمد لا يحتاج إلى أحد ويحتاجه كل أحد. تعرف حد يا أخوانا مش محتاج لحد في الدنيا دي؟ تعرف حد كل الناس محتاجة له ويستطيع أن هو يجيب كل احتياجات الناس إلا الله سبحانه وتعالى؟ الصمد مقصود الخلق كلهم، يقصد يلجأ إليه عند الشدائد، يلجأ إليه لقضاء الحوائج. العرب بتقول باب مقصود، يعني صاحب البيت دون دايما الناس باب، أنا آسف مش مقصود، باب مصمود، يعني مقصود لقضاء الحوائج. إخوانا النهاردة لما تروح وتقرأ قل هو الله أحد اقراها بنية جديدة، اقراها بنية حوائجي يا رب. انتوا عارفين يعني ايه سورة قل هو الله احد؟ يا عبادي انا الصمد الذي يلجأ الي عند الشدائد. يا عبادي انا الصمد الجأوا الي لاقضي لكم حوائجكم. عرفت يعني ايه قل هو الله احد؟ الله الصمد. يا أصحاب الحوائج اذهبوا إلى الصمد. يا ستات يلي خايفة على أولادك، يا ستات يلي بتعاني من المشكلة الفلانية، روحي للصمد. يا شباب يلي عندكم مشكلة عائلية، أوصيكم بقل هو الله أحد الله الصمد. عرفتوا ليه سورة الإخلاص؟ اوعى تروح لغيره. الناس أمامك خيالات، خيال كده بس، صور. هو الصمد قال لك روح لي عن طريقهم، بس خبط على بابهم، بس تبقى عارف من جواك من الذي يقضي الحوائج. عشان كده هي صورة الإخلاص، وعشان كده جه فيها اسم الصمد، وعشان كده اسم الصمد مركزي فيها. من يقضي الحوائج؟ أنا عايز أحكي لكم شوية قصص تعرفوا بيها اللجوء إلى الله. الصمد بيعمل إيه؟ أنا كنت السنة اللي فاتت سنة الثورة كنت في المنتدى الاقتصادي العالمي في مكان اسمه دافوس يوم 25 يناير، مش المرة دي، المرة اللي قبلها اللي حصلت فيها الثورة 2010، وكنت أيضا السنة اللي فاتت 2011 و2012. وأنا في دافوس المرة الأولانية لقيت شاب أردني صديقي بيتصل بي، أنا تعبان، أنا موجود في سويسرا، أنا مش عارف أنام، أنا مقهور، واحد خد شركتي وطردني منها، أنا عايز أجي لك دافوس أشكي. قلت له محمد أنا هعمل لك إيه؟ مفيش في إيدي حاجة أعملها. قال لي أفضفض تعبان. جالي هو شخص قوي والأردنيين فيهم صلابة، بيعيط بيبكي،
قال لي خد شوكتي، خد شقة عمري، أنا مقهور. قلت له محمد إلجأ إلى الله، قول يا رب طالما مفيش إيدك حاجة تعملها. إخوانا معنى الصمد لما تتزنق، لما تتزنق مش هيضيعك، بس هيعمل معاك حاجة جامدة قوي. خليك فاكر اللي أنا هقوله لك ده، لازم يوريك عجائب ازاي هيفرج عنك، لازم يوريك حاجة عجيبة. يعني ايه يوريني حاجة عجيبة؟ ما تعرف منين ان الصمد الله هو اللي خيرها لك، مش انت اللي شاطر وهي اللي اتحلت لوحدها. لقيت محمد والله يا اخوانا قاعد جنبي بيبكي بيدعي بالنص كده، يا رب ما تخلص السنة دي الا ورجعت لي حالي. وانا بقيت قلقان، اصله حدد ما تخلصش السنه دي. وخرج محمد ونسيت الموضوع، ورحت دافوس السنه دي برضه المنتدى الاقتصادي، لما سبتكم في وسط الحلقه الدرس ورجعت ولقيت محمد بيكلمني، انا عايز اجي لك فورا. قلت له تاني يا محمد؟ قال لي اقسم بالله انا مش في سويسرا، انا جاي لك مخصوص. وجالي دافوس، قال لي اقسم بالله ربنا خد لي حقي امبارح، والله يا اخوانا والله على ما اقوله شهيد، في نفس اليوم والله العظيم في نفس اليوم. الراجل اللي اكل حقه كان عايز ينزل الانتخابات البرلمانيه في بلد من البلاد العربيه، فنزل وبدا يصرف فلوس كتير، فاعدائه اللي داخلين قدامه الانتخابات بداوا يحفروا له في الملفات بتاعته، فطلعوا ان في شركه مسروقه، فقاموا مقدمين للنائب العام، فالنائب العام اتصل بمحمد صاحبي قال له انت اتخذت منك شركه، انا قدامي بلاغ كذا 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 كذا، تجي لي بكره عشان بنحقق في القضيه. اليوم ده هو نفس اليوم اللي كان محمد بيعيط فيه السنه اللي فاتت، والله العظيم زي ما بحكي لكم. روح له يا اخوانا، روح هتروح تكلم الناس وهتعيط قدام الناس، بس هتشوف الناس خيالات قدامك. الصمت. في واحد اسمه علي العريض، علي العريض دون من تونس. علي العريض كان النظام التونسي السابق سجنوه يوم 17/12/1990. يوم ايه؟ خليك حافظ التاريخ، يوم ايه؟ 17/12/1990. اتسجن 10 سنين في مبنى وزارة الداخلية في زنزانة تحت. اتغيرت الدنيا يوم 17/12/2011، اتعين وزير داخلية. اتسجن 17/12/1990 وتعين وزير داخلية نفس اليوم، عشان ربنا بيبعت لك رسالة عشان يقول لك هذا فعل من. 17/12/2011 علي العريض بيحكي لي وهو بيبكي، بيقول لي دخلت مبنى الوزارة لقيت نفسي غصب عني نازل على تحت لأن الزنزانة تحت. قالوا لي لا أنت مكتبك فوق. بقيت في نفس المكان بعد ما كنت تحت خالص، بقيت أنا اللي باخد القرارات فوق خالص. قولوا لا إله إلا الله. وإقرأ بقى، إقرأها النهاردة بالليل، قل هو الله أحد، الله الصمد الذي يلجأ له عند الشدائد، يتكأ على فعله عند الشدائد، المقصود بحوائج العباد، الذي لا يحتاج إلى أحد ويحتاجه كل أحد. معقولة تقرأ قل هو الله أحد وما كنتش حاسس بالصمت كل ده وتقول لي سورة الإخلاص؟ بيحكي لي واحد هو كان في مصر اتسجن ظلم في فترة الستينات في مصر، مراته مخلفة ولد رضيع، ولد عنده 10 سنين، يوم ما اتمسك في قضية مالية وهو مظلوم، واتمسك كده من واحد تاني عشان واحد تاني يفلت من العقوبة،
فاتسجن، وهو رايح السجن ابنه الطفل اللي عنده سنتين عنده حرارة ومريض ومفيش في البيت اللي 50 قرش. دخل السجن بكاء هستيري، بكاء 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 وصويت، مش بس عشان اتسجن، مراته وابنه. بيقسم في السجن بيبقى المسجد، فدخل المسجد عمال بيعيط زي العيال، فبين المسجد قال له يا ابني بدل ما انت بتعيط عيط لربنا، بدل ما انت بتعيط وخلاص عيط لربنا. تلف السنين، سجن الراجل ده 4 سنين وطلع بيحكي بيقول اللي حصل معايا، انا ال4 سنين كنت بدعي يا رب اقضي حاجة بيتي، مش مهم انا، اقضي حاجة بيتي مراتي وولادي. لما طلع بتحكي له مراته بتقول له اليوم اللي انت اتمسكت فيه الساعة 2 بالليل، الولد بيفرفر الرضيع حراره وبيموت مني ومش عارف اعمل ايه ومعيش فلوس اجيب دكتور، واجيب منين دكتور في الوقت ده؟ 2 بالليل لقيت الجرس بيضرب، فتحت لقيت واحد بيقول لي انا الدكتور فين المريض؟ والله العظيم يا خم. فقالت له انت الدكتور ازاي؟ قال لها مش دي شقه 24؟ قالت له لا دي شقه 25. سبحان اللي أمرض واحد في الشقة المجاورة، سبحان اللي خلى إيد الدكتور تغلط وتضرب على الشقة بدل الشقة. دخل كشف عليه اداله دواء، قال يا ستي اطمني الولد هيبقى كويس. تاني يوم آخر 50 قرش في البيت، بعتت ابنها قالت له تنزل تجيب فول وطعمية، اوعى الأكل يقع منك، معناش فلوس غيرها. بتحكي بتقول الولد من رعشته قدام بتاع الفول خايف الاكل يقع منه، وقع منه الاكل، فبتاع الفول جابه قال له يا ابني انت مالك كده مش تصحصح لنفسك؟ قال له معلش اصل انا ابويا اتمسك. قال له تعالى يا ابني وريني بيتكم. قال له بيتنا اهو. قال لها يا ست ما تبعتيش ابنك تاني، كل يوم الصبح هيجي لك الفول والطعميه وفيهم 25 قرش. الفول والطعمية وفيهم 25 قرش لما تضربهم في الشهر يطلع مرتب إبراهيم اللي كان بياخده قبل ما يتمسك. قول إيه؟ لا إله إلا الله. الصمد، الصمد. مين تعبان يا خن؟ ارمي حاجتك على الصمد واقرأ قل هو الله أحد بجد بقلبك. عرفتوا ليه النبي كان بيقول يا سند من لا سند له، يا صمد من لا صمد له، يا ملجأ من لا ملجأ له؟ دلوقتي انت فهمت الدعاء. مين السند اللي انت، ومين الصمد اللي انت؟ ارمي حوائجي على مين واتكئ في شدائدي على مين؟ ومين الملجأ اللي انت؟ البشر خيالات يا اخوان، والصمد هو الصمد، ده الاخلاص، ده لا اله الا الله. عرفت ليه صوره الاخلاص الصمد؟ كان في واحد اسمه حماد بن ابي سلمة من التابعين، معدي بالليل والدنيا بتمطر، فلقى بيت والدنيا مطر جامد، فقام عشان يتخبى من المطر وقف تحت البيت، فلقى امي بتقول لبنتها يا بنيتي ما لنا من طعام؟ فقالت يا امي تعالي ننادي الله، هو واقف بره سامع، مستخبي من المطر سامع. فنادت الام بهذا الدعاء يا سند من لا سند له، يا صمد من لا صمد له، يا ملجأ من لا ملجأ له، أطعمنا واسقنا. فجري على بيته وقام جايب أكل وفلوس وخبط وقام اديلهم. فالبنت المؤمنة قالت يا أماه لما جعلت حماد بيننا وبين الله؟ فقالت يا بنيتي لم أطلبه ولكن الذي يقضي الحوائج أتى به. ما تشوفش البشر، البشر وسائل، البشر أدوات، الذي لا يحتاج إلى أحد ويحتاجه كل أحد. طب إيه الخلق؟ طب نتخلق بإيه؟ عايز الصمد يقضي لك حوائجك؟ اقضي حوائج الناس، اقضوا حوائج الناس يا إخوان. واجب الأسبوع ده كل واحد يشوف الواحد يقضي حاجته، كل واحد الاسبوع ده عهد على كل واحد في المسجد، عايز تشوف الصمت في حياتك
خلي بيتك مصمود لواحد من الناس، خلي بيتك مقصود لواحد من الناس، اقضي حاجة بني آدم واحد بس، اقضي حاجة بني آدم، جرب عهد على كل واحد في المسجد النهاردة. البلد مليانة غلابة، مليانة ناس محتاجة، وريهم عظمة الصمد عشان يعرفوا انك خيال، وقول لهم انا ولا حاجة، ده الصمد هو اللي جابني عندكم، هو اللي بيقضي الحوائج مش انا. اري الناس عظمة الله سبحانه وتعالى بانك تروح تقضي لهم حوائجك وتبقى متأكد ان مش انت، ده الصمد اللي وداك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم احب الناس الى الله انفعهم للناس. يقول النبي الناس عيال الله، واحب الناس الى الله انفعهم لعياله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان لله عبادا اختصهم دونا عن بقيه البشر بقضاء حوائج الناس، يفزع الناس اليهم، اولئك الامنون يوم القيامه. اولئك الامنون، مش الناس بتفزع اليهم، مش الفزع حصل لهم، لازم يتامنوا يوم القيامه ثلاث مرات، اولئك الامنون يوم القيامه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مشى في حاجه اخيه ليقضيها له ثبت الله قدميه حين تزول الاقدام، يوم القيامه على الصراط اثبت. يقول النبي لئن يمشي احدكم في حاجه اخيه خير له من ان يعتكف في مسجدي هذا 40 يوما. عايز الصمد يقضي لك حاجتك، اقضي حاجه واحد. انا عايز الصمد يقضي لي حاجتي، انا ان شاء الله الاسبوع ده اقضي حاجه واحد. مين يعهد ان يقضي حاجه بني ادم الاسبوع ده؟ نوينا توكلنا على الله. انا وصلت للاخر، بذكركم ان احنا محتاجين متطوعين لمحو الامين. احنا ابتدينا في المصانع في 6 اكتوبر وعاملين شغل رائع، بس عدد المصانع اللي طالبه زادت اكتر من قدرتنا. فهتلاقوا بره اخواننا صناع الحياه واقفين ومعاهم الاستماره دي، ارجوك تملاها، خاصة لو أنت من سكان أكتوبر، لأن إحنا محتاجينك. الحاجة الثانية، كل يوم 3 هنا في درس للتنمية البشرية، أخونا شادي وحاجة درس رائع، اللي يقدر فيكم يحضر هيكون حاجة عظيمة. الحاجة الثالثة، في فصل المحو أمية موجود معانا هنا من السيدات، بس أنا عايز أبارك لهم، اتعلموا خلاص. يمكن أول فصل في أكتوبر اتعلم أفراح وعائشة وهيام وشيماء وأسماء وصمر وهالة وخيرية ووفاء وصباح ومنى وحسناء وحسناء والمشرفة مروة محمود في أكتوبر، واسم المدرسة سهير لطفي والمساعدة هالة. أنا بشكرهم وببارك لهم، وحاجة رائعة. يلا ندعي. احنا اتفقنا على الواجب ايه المره دي يا اخوانا؟ بر الوالدين. مين هيعاهد؟ هتعمل 4 من كام؟ 4 من كام؟ 4 من 7 في بر الوالدين. نوينا عهد على الله ان شاء الله. طيب وها، واتفقنا على ايه كمان؟ هتفكر في موضوع المرونه؟ لسه ما دعيناش يا شباب، لسه ما دعيناش. هتفكر في موضوع المرونه؟ طب والثالثه؟ تيجي يا اخوانا، تيجي غير انك تقضي حوائج الناس، تيجي نصلي بقوله والله احد ونحسها الفترة الجاية؟ مش انت كده كده بتصلي بيها بقالك سنين؟ ممكن كل ما تقول قل هو الله احد الله الصمد تقول له بقى انت اللي بتطلب منا يا صمد ان احنا نلقي حاجاتنا اليك؟ تخيل الصمد هو اللي بيقول لك تعالوا لي. انا حدعي بس هطلب منكم حاجة. احنا الان تحيط بنا ملائكة ويسمعنا الله سبحانه وتعالى، فاخشعوا كده واجمعوا قلوبكم واستحضروا القلب وادعوا بنية واضحة، إني داع فأمين. يا رب يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال الأدلاء، وندعوك دعاء الفقراء، ندعوك دعاء العبد الخائف الواجل الحزين، ندعوك ونسألك باسمك الأعظم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا رب، يا سند من لا سند له، يا صمد من لا صمد له،
يا ملجأ من لا ملجأ له. اللهم اغفر لنا جميعا الآن، اللهم اغفر لنا جميعا الآن، اللهم لا نغادر المسجد اليوم إلا وأنت راض عنا، سامحنا، اعف عنا، اغفر لنا، تب علينا، ارحمنا، ارحمنا برحمتك الواسعة، رد عنا أبائنا وأمهاتنا يا رب، رد عنا أبائنا وأمهاتنا، رد عنا أبائنا وأمهاتنا، أعنا على بر الوالدين، أعنا على بر الوالدين، نعوذ بك من عقوق يدخل جهنم، نعوذ بك من عقوق يدخل جهنم، رضهما عنا، رضهما عنا، اغفر لنا، اعف عنا، ارضنا، سامحنا، ادخلنا الجنة. اللهم اكتب كل من في المسجد اليوم من اهل الجنة يا رب، حرم النار على اجسادنا، على اجساد ابائنا وامهاتنا. اللهم كل ام تجلس بيننا الان اجعل ابنها بار بها، كل اب يجلس بيننا الان اجعل ابنه بار به. اعنا على بر ابائنا، ارحمنا، سامحنا، اعف عنا، اغفر لنا، رقق قلوبنا، اذقنا حلاوة الايمان، ابكنا من خشيتك، ادخلنا الجنة. اللهم اكتب كل من مسجد الان من اهل الجنة يا رب، حرم النار على اجسادنا، على اجساد ابائنا وامهاتنا واجدادنا واولادنا. اللهم ان النار حرها شديد وقعرها بعيد ولها مقامع من حديد، نجنا منها يا رب العالمين. اللهم اكتب من بالمسجد اليوم ويسمعنا اليوم رفيق النبي في الجنة. يا صمد، يا صمد، اليك الملتجأ وانت المقصود واليك التوجه، يا من تنقذ عبادك. اللهم من منا يجلس الآن له عندك حاجة، اقضها له يا صمد، اقضها له يا صمد. إن كان مالا وسع علينا، إن كان مرضا اشفنا، إن كان عاهة اشفنا، إن كان مشكلة اجتماعية أو أسرة أعنا وافتح علينا، وألف قلوبنا وارحمنا واسطرنا، استرنا وانصرنا. يا ذا الجلال والإكرام، حاجة هذا البلد، نلقي عليك حوائج المسلمين، حاجة أمة محمد، أمة محمد ليس لها إلا أنت يا رب. يا مغيث أغث المسلمين، يا مغيث أغث المسلمين. اللهم كل من يجلس بيننا الآن له عندك طلب ورجاء وأمنية، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا يا رب. يا رب، من للفقير إلا أنت؟ من للضعيف إلا أنت؟ من للحزين إلا أنت؟ ضعفاء يا رب، ضعفاء، أنت لا تحتاج إلى أحد ويحتاجك كل أحد، أنت المقصود وإليك التوجه. يا صمد، يا صمد، إليك نلقي شكوانا، وإليك نسألك أن ترفع بلوانا. وقفنا على بابك وطرقنا الأبواب وبكينا يا رب، ورفعنا الأيدي وخفضنا الرؤوس، وأنت تقول يا عبادي، وأنت تتنزل كل ليلة تنادي، من يدعوني فأستجب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يسترحمني فأرحمه؟ يا رب، رحماك، رحماك بالفقراء والغلابة، رحماك بنا يا رب. نروح لمين لو أنت تركتنا؟ من يقضي حوائجنا إن تركتنا؟ افتح لنا الأبواب، خذ بأيدينا، سامح، 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 إن كنا قد عصيناك وغفلنا عنك طويلا. فأنت الصمد، أنت سميت نفسك الصمد، حل مشاكلنا وخد بإيدينا وارحمنا وسامحنا، ما تغليش حد يتجبر علينا يا رب، يا رب، يا رب. غلابة بين إيديك، غلابة بين إيديك يا رب. شباب وبنات جاءوا من آخر الدنيا يدعونك يا رب، أقسم عليك لا ترد لنا دعوة الليلة، نقسم عليك، نقسم عليك، من أجل فتاة تجلس تبكي بيننا الآن، من أجل أم قلبها محروق على ولدها الآن، من أجل شاب جاء لك اليوم
يا رب ما تردناش الليلة إلا وقضيت حوائجنا، يا رب ما تردناش الليلة إلا وقضيت حوائجنا، يا رب ما تردناش الليلة إلا وقضيت حوائجنا، يا رب نرجوك نتوسل إليك قبل أن نخرج من المسجد، ما تردناش الليلة إلا وقضيت حوائجنا. لكل امرأة تجلس بيننا، بدموع شابة تجلس بيننا، بإخلاص شاب يجلس بيننا، ما تردش حد حضر اليوم إلا وقضيت حاجته. يا رب يا رب لا ترد أحد الليلة إلا وقضيت حاجته. يا رب إن كان مرض، إن كانت كربة، إن كانت مشكلة، إن كان خوف من المستقبل، إن كان مال، إن كانت قضية، يا رب ما تردش حد الليلة إلا وقضيت حاجته. اللي له عندك قضية في محكمة، اللي له عندك مشكلة، يا صمد من لا صمد له، يا سند من لا سند له، يا ملجأ من لا ملجأ له. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الأحد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اقضي حوائجنا الليلة، اقضي حوائجنا الليلة، ائذن بأمر في السماء أن تقضى حوائجنا الليلة. يا رب استجب، يا رب استجب، يا رب استجب. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. جزاكم الله خيرا، وربنا يبارك فيكم، واعملوا الواجب العملي وسجلوا في تطوع لصناع الحياة، ونشوفكم الأسبوع القادم الخميس القادم إن شاء الله. جزاكم الله.